ناصر. نعم، صباح الخير أستاذ فيصل. صباح الخير أختي، وصباح الخير للأستاذ ناصر ولمستمعي ومشاهدي صباح التلفزيون الخير العزيز. أستاذ فيصل. نعم الله يسلمك أستاذ ناصر، كمان بصب على حضرتك. صباح الأنوار للأستاذ ناصر، مبروك الكتاب. الله يبارك فيك سيدي. نعم، صباحك سعيد، وأكيد حابين ناخذ رأيك في الأوضاع يمكن اللي عم بتصير حاليا أستاذ فيصل. أكيد رأيك سديد ومن صحفي ملتزم ونكون له كل الاحترام، تفضل. شكرا لك ستي. في البداية أولا إحنا يعني قدرنا في المملكة الأردنية الهاشمية أن نقع في يعني في منتصف عين العاصفة وفي إقليم ملتهب. نعم. لكن الأهم من ذلك هو قدرة مؤسساتنا الأمنية وأجهزتنا وجيشنا الباسل على التصدي لهذه الأخطار، وأجهزتنا وجيشنا الباسل المحترف تصدى لهذه الأخطار على مدار تاريخ الوطن، وهو يواجهها ويقاومها ويضربها ويتجاوزها. يعني هذا الحدث الذي يحدث في مدينة إربد العزيزة كما هي كل محافظات المملكة، كل ذرة من تراب الأردن، يعني صحيح حدث استثنائي لكنه قد يحدث في أي بلد في العالم، لكن المقياس وقدرة الدولة وقدرة الوطن على التصدي لهذا الشيء. بالمناسبة في البداية يعني نترحم على شهيدنا البطل راشد الزيود النقيب البطل اللي تصدى يعني للطغمة وللإرهابيين يعني وضحى بروحه ودمه، وانضم إلى مواكب الشهداء معاذ الكساسبة وكل شهداء الوطن في الدفاع عن سر الوطن، وهذا مفخرة أخرى تسجل. ونحيي والد اللواء زيود الذي قال كلنا مشاريع شهداء، وكيف سنحمي بلدنا وأهلنا بدون شهداء؟ هذا من حيث المبدا. هذه القضيه التي تحدث يعني كما قال الاخ ناصر، هذه عصابات الخوارج والتكفير يعني على الدوام. قال جلاله الملك هذه حربنا، ويعني هؤلاء يعني خوارج العصر، ليس لهم علم ولا ذنه ولا 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 ضمير ولا انسانيه، يعني يمارسون القتل الاسود والارهاب الاسود، وقدر الأردن وواجبه أن يتصدى لهم بكل حسم. يعني القضية ما حدث بالأمس يعني أعتقد لو حدث في دولة أخرى يمكن أن يكون مشكلة كبيرة، لكن وما لا ولا نعرف يعني كل المخططات التي كانت ستجري، لكن واضح من الأخبار والبيانات الأمنية التي صدرت أن القوات الأمن الأردنية وأجهزتنا الباسلة وجيشنا ومخابراتنا وكل الفرسان الذين اشتركوا في العملية كان لديهم معلومات استخباريه وثيقه حول هذا الموضوع، وهذا استشفيته من البيان الاول. يعني في دول اخرى كان ممكن ان ينفذ هؤلاء عمليات، لكن الاردن استبق ولديه المعلومه الدقيقه والحاسمه، وهو يقوم يعني حاصرا هؤلاء الارهابيين وداهمهم في اوكارهم، والحمد لله يعني لم يقع ضحايا مدنيين، اصابات طفيفه، وتم قتل من الارهابيين 4 وهم محاصرين في منطقه واحده حسب ايضا البيانات الامنيه التي نلتزم بها ونلتزم بما يصدر عنها تماما. يعني هذا من حيث المبدا. وايضا يعني نحيي الوقفه يعني الشجاعه للمواطنين الاردنيين وتعبيرهم عن الوقوف خلف الاجهزه الامنيه وجيشنا الباسل وكل من ينفذ هذا الواجب العظيم في محافظه اربد. استاذ فيصل، كان هناك فرق بين هذه الوقفه التي حياها ايضا البيان الامني الذي صدر والبيان الثاني، وبين محاوله يعني بدون قصد بالتاكيد ولكن يعني هذا خطا التاثير. نعم. يعني على سير العمليه من خلال يعني الاجتهاد في نشر اشياء حول هذه العمليه. استاذ فيصل، نحن نعرف اننا في يعني عصر الكتروني. نعم. المعلومات يتم تبادلها بشكل سريع. استاذ فيصل، ويعني العمل حساس جدا، يعني فالوقفه والاعتزاز المواطنين الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الالكترونيه كان عظيم. هذا يعبر عن يعني روحيه ونفسيه الشعب الاردني الذي هو عباره عن كل اردني واردنيه. صحيح. مقاتل من اجل الوطن. نعم. وفرق بين ان تتم الاجتهاد ونشر معلومات، يعني هناك ايضا معلومات انسانيه خاصه في مساله يعني الاصابات او نعم. استشهاد شخص، لانه يعني أهالي هؤلاء الجنود والضباط يعني في منازلهم كل واحد له أخ وابن عم وكذا. صحيح. إحنا بدنا نشكرك أكيد الصحفي الأستاذ فيصل ملكاوي، ونتمنى على كل الصحفيين عن جد كمان في هاي المرحلة أنه يحترموا أقلامهم وكلمتهم اللي ممكن أنها تكون فعلا أقوى وأشد من الرصاص. بدنا نرجع لحوار